في عالم بشع مظلم بعيدا عن الأنظار، تمارس كل أشكال الإهانة والقمع البشرية. التجار بالأشخاص أو البشر هو كل توظيف بغرض الاستغلال عن طريق الدعارة أو التسول أو الاستغلال الجنسي. تجنيد ونقل الأشخاص، اختطاف واحتجاز تعسفي. نجد أن هذه الجريمة تعتبر تهديد للأمن الداخلي وتهديد للأمن الدولي بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. هي تفاصيل تحاك عميقاً في ظلمات عالم الجريمة.